دعاؤه عليه السلام لجيرانه وأوليائه إذا ذكرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله، وتولني في جيراني ومواليا، والعارفين بحقنا والمنابذين لأعدائنا بأفضل ولايتك، ووفقهم لإقامة سنتك والأخذ بمحاسن أدبك في إرفاق ضعيفهم وسد خلتهم وعيادة مريضهم وهداية مسترشدين ومناصحة مستشيرهم وتعهد قادمهم وكتمان أسرارهم وستر عوراتهم ونصرة مظلومهم وحسن مواساتهم بالماعون والعود عليهم بالجدا والإفضال وإعطاء ما يجب لهم قبل السؤال. واجعلني اللهم أجزي بالإحسان مسيئهم، وأعرض بالتجاوز عن ظالمهم، وأستعمل حسن الظن في كافتهم، وأتولى بالبر عامتهم، وأغض بصري عنهم عفا، وألين جانبي لهم تواضعا، وأرق على أهل البلاء منهم رحما، وأسر لهم بالغيب مودا، وأحب بقاء النعمة عندهم نصحا، وأوجب لهم ما أوجب لحامتي، وأرعى لهم ما أرعى لخاصتي. اللهم صل على محمد وآله، وارزقني مثل ذلك منهم، واجعل لي أوفى الحظوظ فيما عندهم، وزدهم بصيرة في حقي ومعرفة بفضلي حتى يسعدوا بي وأسعد بهم. آمين رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.